الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه مرحبا واهلا بكم احبتي الاكارم في هذا اللقاء الجديد وفي هذا البرنامج بعنوان احسن السير نثني الترحيب بمن حضر في هذا المقام فحياكم الله وبياكم نحييكم بارق واجمل واطيب تحيه تحيه اهل الجنه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال انه على كل شيء قدير. ذكرنا فيما مضى يا احبه تلك الغزوه العظيمه التي تسمى غزوه مؤته التي ابلى فيها الصحابه بلاء حسنا وجاهدوا بكل ما اوتوا من قوه اولئك الذين وعدهم الله عز وجل بالظفر وبالنصر اولئك الذين لم يكونوا ينظرون الى عدد والى عده وكان الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون أرواحهم في أكفهم قدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين العظيم وإلا في ظنك يا محب ثلاثة آلاف مقاتل يقابل جيشا قرابة الربع مليون مقابل من النصارى فأي إيمان وأي بسالة وأي شجاعة سطّرها أولئك فرضي الله عنهم وأرضاهم توفي في في تلك المعركه يا احبه قرابه العشره من الصحابه رضي الله عنهم منهم كما ذكرنا زيد بن حارثه وهذا كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وكذلك ممن استشهد في تلك المعركه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر في وفاته ثم اخبر زوجته واخبر اطفاله فعم البكاء في المدينه وارتفعت اصواتهم فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء اليه بابناء جعفر بن ابي طالب فشمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم وعيناه تذرفان تبكي على جعفر رضي الله عنه وارضاه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بل راه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بجناحين قد ابدلهم الله عز وجل بيديه تلك التي قطعت في تلك المعركه العظيمه، وثالثهم كما تعلمون هو عبد الله بن رواحه استشهد ايضا رضي الله عنهم اجمعين، ثم اخذ الرايه كما تعلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم دارت رحى المعركه وانسحب خالد من تلك المعركه وكان يعد انجح او افضل خروج من تلك المعركه باقل الخسائر والا عدد يسير يقابل هذا الجيش العظيم وتخرج من تلك المعركه باقل الهزائم وباقل الخسائر هذا دليل انتصارك وحنكتك وفهمك لاداره الامور بالذات ما يتعلق بالامور العسكريه. الصحابه رضي الله عنهم عادوا الى المدينه مرفوعي الراس واستشهد من استشهد وبقوا على ذلك في المدينه، ثم حدث امر عظيم كان مقدمه لفتح مكه. وهو ان قريش يا احبه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح. وقد كان في بنود الصلح كما تعلمون انه من احب ان يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل. ومن احب ان يدخل في عهد قريش وفي عهدهم وفي عقدهم فليدخل. فدخلت قبيله بك بنو بكر في عقد قريش وفي عهدهم بمعنى يحمون عليهم ودخلت خزاعه في عقد النبي صلى الله عليه وسلم فلهم ما له وعليهم ما عليه بمعنى لا يعتدي احد على خزاعه فكانما اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قريش خانت العهد واعتدت بنو بكر على خزاعه وحدث ان اقتتلت فجاءوهم على غره وعلى بغته وساعدت قريش بنو بكر على على قتال خزاعه فباغتوهم ليلا وقد نقضوا الصلح بهذا العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين لا يحق لهم ذلك فجاء عمرو بن سالم وانشد ابياتا بحضره النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك الغدر وتلك الخديعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم حتى أن من الأبيات التي أنشدها عمرو بن سالم قال يا رب إني ناشد محمدا، حلفنا وحلف أبينا الأتلدا فانصر هداك الله نصرا مؤيدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات وقف وقال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم أحست قريش أن ما فعلته كان غدرا ومحضا ونقضا صريحا للميثاق فبعثوا أبو سفيان وابو سفيان لم يكن اسلم في ذلك الوقت وكان رجلا من دهاة العرب. ابو سفيان كان من دهاة العرب فبعثوه الى المدينه من اجل ان يستطلع هذا الامر وان يصحح ما وقعت فيه قريش من خطا. فجاء فكلم النبي صلى الله عليه وسلم واراده لكنه لم يرد عليه. ثم جاء الى ابو بكر الصديق اراد ان يعتذر اليه وان يكون له موقف في هذه الحادثه فلم يلتفت اليه ثم جاء الى عمر فكلمه فلم يكلمه ثم جاء الى علي بن ابي طالب فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع ان نكلمه ثم وجد ابو سفيان في نفسه انه غير مرحب به وغير مرغوب فيه فعاد الى مكه وفي نفسه الخوف تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكه وهذا هو الغزو الاول وامر المسلمين بذلك بدون ان يحدد له وجهه ثم اخبر الناس بعد ذلك انه ذاهب الى مكه وقال اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ولكن الصحابي حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه ارتكب خطا فادحا لو تحقق ذلك الامر لكن بفضل الله انه لم يقع حاطب بن ابي بلتعه كما تعلمون يا احبه له اهل وله ذريه في مكه فقام حاطب وكتب كتابا الى قريش يخبرهم بالذي اجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعله دفعه لامراه وجعل لها اجرا على ايصاله فجعلته المراه في راسها ثم فتلت عليه الشعر وخرجت به واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما فعله حاطب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم على اثر تلك الضغينه علي بن ابي طالب والزبير فلما ادركاها قال لها اين الكتاب قالت ما معي من كتاب فقال علي والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب او لننزعن الثياب كلمه صريحه فلما رأت ان القوم على صدق وعلى يعني مقام اخذته ثم دفعته اليهم. فلما جاء الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم استخرجه ثم أُتي بحاطب بن ابي بلتعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما حملك على هذا؟ اسقط في يد حاطب فقال حاطب يا رسول الله اني لمؤمن ووالله ما غيرت وما بدلت ولكني كنت امرا ليس لي في القوم من اصل ولا عشيره وكان لي بين اظهرهم ولد واهل فصانعتهم عليهم من اجل ان يكون لي يد عندهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق ذلك المنافق فالتفت اليه وقال يا عمر اما هذا فقد صدق يعني في مقولته وفي كلامه فقد صدق وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم او اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عشره الاف مقاتل وكان هذا الخروج في شهر رمضان. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الصحابه معه. لكن عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحق الصحابه من شده افطر. بمنطقة تسمى الكديد وأفطر معه الصحابة ثم مضى حتى نزل بمر الظهران قريبا من مكة وأبو سفيان لا زال خائفا ويعلم أنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقي هذا الأمر في هاجسه وفي فكره لا ينام ورأى نيرانا كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يوقدوا نارا عظيمة فاقترب منها العباس وقد كان في مكة قد آمن وهو في مكة ثم خرج معه أبو سفيان ثم أن العباس أجاره وأردفه حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أبو سفيان على رسول الله وأسلم بين يديه وشهد الشهادتين وشهد كذلك استعراض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش العظيم جيش قرابة عشرة آلاف فقال ابو سفيان لا طاقه لقريش بهم فاسرع ابو سفيان الى مكه واخبرهم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن وهذا فيه يعني لطيفه جميله انزال الناس في منازلهم ابو سفيان كان من كبار قريش يعني فيه احترام لسادات وكبراء القوم قال من دخل دار ابو سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن، ومن اغلق عليه بابه فهو امن. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليدخل الى مكه على اربعه مداخل، وجعل على كل قائد جيش احد من الصحابه، فجعل الزبير بن العوام وابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن عباده رضي الله عنه. وشهد جيش خالد قتالاً يسيراً مع المشركين فقتل منهم ما بين 12 رجل أو 13 رجل ثم انهزموا وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول ولما اطمأن الناس بمكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعاً على راحلته ثم حطم الأصنام التي كانت بجوار الكعبة كانت بجوارها قرابة 360 صنم وفي هذا يقول الامام ابن سعد في الطبقات وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما فجعل كلما مر على صنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فكانت الأصنام تسقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظمها كما تعلمون ذلك الذي يسمى هبل وفي الفتح كذلك من الصور العظيمة التي حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على صور الوفاء لما طاف بالبيت دعا عثمان بن أبي طلحة وعثمان كان عنده مفتاح البيت عثمان بن أبي طلحة بن شيبة فأخذ منه المفتاح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في داخل الكعبة وأخرج منها بعض الصور وبعض التماثيل فقام إليه علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب فقالوا يا رسول الله اجمع لنا الحجابه مع السقايه. الحجابه المقصود فيها ما يتعلق بالبيت من نظافه ومن مفتاح للبيت هذه تسمى الحجابه. والسقايه هي سقيا الحجيج بالماء. والرفاده هي اطعام الحجيج بالطعام، هذه المسميات. فهذا شرف عظيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من عثمان بن ابي طلحه فما يصح ان يدفعه لابناء عمومته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان ابن أبي طلحة قال أنا يا رسول الله قال هاك المفتاح ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم بر ووفاء ثم قال خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظام لا ينزعها منكم إلا ظالم فالمفتاح وتلك الحجابه لا زالت الى يومنا الحالي في بني شيبه ولا زالوا متواجدين في مكه المكرمه الى يومنا هذا ولا زال المفتاح عندهم ولا ينزعها منهم الا ظالم فاذا نزعها منهم انسان علمنا بعد ذلك انه انه ظالم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بعد ان طاف بالبيت الحرام وقف على اهل مكه والناس ينتظرون ويستمعون بعد عشرين عام من الغدر ومن الخيانة ومن التكذيب ومن قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون هذا الخطاب العظيم فكان أول حديث تكلم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أظهر ذلك التوحيد العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم جعل الثناء والخير لله قال صلى الله عليه وسلم صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر اهل مكه ما ترون اني فاعل بكم؟ فسكت القوم ثم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء فمن اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يسمى من الطلقاء فاطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتقهم وكان الله عز وجل قد امكنهم من رقابهم لكن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت فوق كل شيء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يوم عظيم وفتح كريم ذكره الله عز وجل بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك, واستغفر إنه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلى لقاء جديد نستودعكم الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.